حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. يعني هذا الحديث اختلف فيه، ممن يثبته المنذري والهيثمي والألباني وابن باز رحمهم الله، لكن الإشكال أن بعضهم يعني يأخذ بجزئية فقط من عالم سابق ويبني عليها، وربما يبني على ما قاله ذلك العالم السابق عن فهم خاطئ لمصطلحه. مثلا قال: واستغربه الترمذي، إذن هو ضعيف أصلا. الترمذي قال في سننه: حسن غريب. ما معنى هذه الكلمة؟ هؤلاء لا يقرؤون لمن سبق. يعني شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: وإذا قال الترمذي حسن غريب فإنه قد يكون غريبا من حيث المتن، لكنه حسن بمجموع طرقه، ولذلك كثيرا ما يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، فلا يعني أنه ضعيف. ولذلك لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في سجود السهو قال: وقد رواه الترمذي وقال حسن غريب، قال: وغرابته تدل على أنه ضعيف مما يهينه. ليس خرقا للقاعدة التي ذكرها رحمه الله، لا، وإنما قال هو غريب باعتبار أنه ضعيف هنا لأنه خالف الأحاديث الواردة في الصحاح من أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتشهد في سجود السهو. ولذلك لا يذكرون مثلا أبو ظلال الذي عليه مدار هذا الحديث، قال الترمذي: سألت عنه شيخنا البخاري فقال مقارب الحديث. يعني هذه من صيغ التعديل، وإن كان هناك من يضعفه، لكن أين المتابعات لهذا الرجل؟ أين الطرق الموجودة عند الطبراني وعند ابن عساكر؟ طرق تدل على أن لهذا الحديث أصلا. ولذلك علم الحديث يحتاج إلى جهد.